سؤال جيد، لأنه يعني يذهب إلى قلب المشكلة، وهي مشكلة هل هناك حقا وجود دولة في العراق. ليس هناك أي وجود لدولة في العراق، هناك نظام عراقي. النظام العراقي هو نظام يشمل يعني بمؤسساته الحالية يعني أشياء يعني ليس لها صلة بالدولة الحقيقية. الدولة الحقيقية عندما تكون أم لكل العراقيين، شيعة وسنة وأقليات. ولكن في العراق هناك نظام بني على أساس طائفي، وهذا النظام يعني لا ليس له حتى مسؤولية الدولة. الأسرة الدولية تعلم جيدا بأن في العراق الآن هو نظام يعني هش لا يستطيع أن يقوم بمهام الدولة. إذا نريد أن يعني أن نعطي لهذا النظام شكل من أشكال من أشكال من شكل من يعني أشكال الدولة، هو خطأ فاضح، لأن الدولة هي يعني لها قيمتها ولها يعني عمقها الوطني في الشعب العراقي أو الشعب أو أي شعب آخر. إذا أنا في نظري أنه ما يعمل فيه الآن في العراق من إرهاب ومن جرائم بحق الشعب العراقي هو جاء من نظام ومؤسسات نظام يعني ليس لها أي صلة بالدولة الوطنية، لأن الدولة الوطنية هي يعني بعيدة كل البعد عن هذه الجرائم التي، وكما ذكرتها حضرتك شخصيا والأخوة الضيوف، هي جرائم حرب بحق قسم من العراقيين.